غالباً ما يكون الاقتصاد أول ضحايا الاضطرابات والحروب والأوبئة أيضاً في الأشهر الأخيرة كوفيد-19. مجموعة العشرين أعربت صراحة عن خشيتها من تأثر التعافي الاقتصادي. العالم اليوم يشهد اتجاهين متناقضين. على سبيل المثال تتمسك بريطانيا بفتح كامل للاقتصاد. المؤشرات كانت واضحة جداً في ملعب ويمبلي، أكثر من 60,000 مشاهد، لن نتطرق للصدمات والعنصرية. على الجهة الأخرى دول تعيد تذكيرنا بسلسلة الإغلاقات العام الماضي. أستراليا التي سطرت قصة تعاف سابقاً، 80% من سكانها دخلوا الحجر. اليابان ثالث أكبر الاقتصادات عالمياً تعاني من تداعيات كوفيد-19، هي بالمناسبة تغامر بموضوع الأولمبيات، ورعاة كثر أعلنوا انسحابهم من أهم حدث رياضي حالي بعد اليورو وكوبا أمريكا. بارقة أمل، خبراء الأرقام يستبعدون عودة الإغلاقات على ما كانت عليه في 2020، إلا أن ارتفع الإصابات يبطئ التعافي المتوقع ويؤخر عودة الاقتصاد العالمي إلى مستوى ما قبل الجائحة. ثاني أكبر اقتصاد في العالم والبؤرة الأولى للفيروس، من سينسى ووهان؟ الصين تعطي إشارات تباطؤ وتثير مخاوف وإشارات تحذير. يبقى علامة استفهام بالنسبة لدول المنطقة تبقى في أسواق النفط. حالة عدم اليقين حول مستوى الطلب العالمي. على فكرة الملف كان حاضراً على طاولة أوبك بلس في اجتماعها الأخير. دواء الاقتصاد والتعافي، اللقاحات. جانيت يلين. نحن قلقون بشأن دلتا والسلالات الأخرى من كورونا التي من الممكن أن تهدد انتعاش الاقتصاد المرتبط بالاقتصاد العالمي. ما يحدث في أي جزء من العالم يؤثر على جميع البلدان، لذلك ندرك أهمية العمل سويا لتسريع عملية التطعيم، ونهدف إلى تلقيح 70% من سكان العالم خلال العام المقبل.